مرحبا ويسعد أوقاتكم بكل الخير. معي هالنبتة الجميلة والجميلة جدا، نبتة السجاد اللي هي معمرة داعمة الخضرة، بتحب الإضاءة بدون شمس مباشرة قوية طبعا، وبتحب الجو المعتدل. سبق أنا وحكيت عنها وقلت لكم إنها كتير سهلة وجميلة جدا. شفنا التكاثر عادة نحن بنعمله من العقل، لكن هالمرة أنا جربت أعمل تكاثر من الورقة نفسها. حطيتها بالمي ومثل ما شايفين عطتني جذور ما شاء الله، وهيك صار معنا طريقتين بالعقال وبالورقة. حأزرعها مباشرة مع النبتة الأم. شفتوا السبق وزرعنا وحطينا هرمون التيسير الطبيعي اللي هو القرفة. هي محتاجة ري، لكن أنا ما رويتها، قلت لأنه حأعمل هاي التجربة قدامكم وبعدين بنرويها بعد ما أزرع الورقات هيدول. بسم الله، يعني كتير التجربة كانت ناجحة الحمد لله، طلع جذور غير شكل، فصارت جاهزة لأنه نزرعها. هلاقي لها هيك قرنة، هون في شوية فضاء راح ازرعها، وهي كمان الورقة الثانية حازرعها هون. والورقة الثالثة كمان هحطها بهالزاوية هون. وحأرويها لأنه هي محتاجة أصلا ري. وهيك شفنا الطريقة السهلة، تكاثر من الورقة بالإضافة لأنه حكينا قبل في تكاثر من العقل. هاي نبتتنا الجميلة والجميلة جدا. بشوفكن على خير بأمان الله.